بحييكم مشاهدينا ببرنامج الحل عنا عبر الام تي في. هالمرة من لارنكا حتى نتعرف على النادي الماروني، على واقع المواريني الأبارسة، قضيتهم مع السلطات التركية، وبالتالي رح نتوقف كمان مع اللبنانيين وفعاليات شاركوا في هذا الحدث الماروني اللبناني. صار من 83 من تهجير بحمدون. وما عاد رجعت على بحمدون؟ ما رجعت، لا ما رجعت. وعائلتك هون؟ عائلتي كليتهم كنا هون، اولادي تعلموا الامريكان اكاديمي وكبروا وتخصصوا وفلوا على امريكا، ومدامتي توفيت بقي لحالي. صار لنا تقريبا شي 19 20 سنه بقبرص، وكثر خير الله كل شيء منيح، ويا ريت لبنان كمان بيصير مثل قبرص، وان شاء الله كل اللبنانيين بكل بلدان العالم يرجعوا على لبنان ويعمروا لبنان ويصير كمان مثل قبرص واحلى من قبرص. الاحتفال باليوبيل الخمسين للنادي القبرصي الماروني كادروس تم برعاية وحضور الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس، اللي منذ تولي سدة الرئاسة يدعم ويشارك الجالية اللبنانية والمواريني خصوصا بكل نشاطاتهم، تقديرا منه للدور اللي عم بتقوم فيه هذه الجالية لإنعاش الجزيرة. وخلال الاحتفال كرم الرئيس القبرصي رجل الأعمال اللبناني إلي عيد الرئيس الفخري للنادي، واللي ساهم بتشييد أيضا مبنى النادي كما له بصمات أخرى في كل النشاطات الخاصة بالمواريني في قبرص. الحل عنا التقى الرئيس القبرصي وأيضا الفعاليات القبرصية واللبنانية المشاركة بهذا الاحتفال. أول شيء سبب هالنادي إنه شعاره الأرضي، لأنه هن اللبنانيين اللي انحدروا من 1050 سنة من شمال لبنان، من ضيع اسمها شمات شكا والمنطقة كلها الجوار، وحطوا شعار الأرضي وبعضهم محافظين على ولائهم للبنان. هني من جذور لبنانية من 1050 سنة، إنما هني أبارسة 100%. وأكيد هيدا النادي منه نادي لبناني، نادي قبرصي لموارد قبرص، ويلي إجا الوحيد من المنطقة المهجرة المحتلة يلي اسمها آيا مارينا. وهالنادي هيدا هو من أكبر النوادي يلي بيضم كل النشاطات المارونية تقريبا لأيا مارينا ولبعض الضياع التاني، وهو مثل الليدر. والسنة ربح كمان النادي، وسنة الماضي ربحوا الشامبيون ربحوا الكاب. هيدا نادي عم بجمع هالشباب بلمون حتى ما يعملوا روحوا على أشياء تانية، بتعرفي يعني نشاطاتهم الثقافية الاجتماعية الرياضية كلها بالنادي. يعني أنا بقربي من فخامة الرئيس وبقربي من المجتمع الماروني، جرب قد ما في انه خلي هالتواصل، خلي هالخط المربوط بعيد عن السياسه، بعيد عن خطوط الدبلوماسيه، لانه على طول العلاقه الشخصيه ما عندها حوافز، ما عندها كنترول، تجي من القلب للقلب يعني. منا امضيات ورق وبروتوكول استقبل وودع، انما العلاقه الشخصيه مثل ما شفتي الحفاوى اللي استقبلوا فيها اليوم ضيوفنا نواب اللبنانيه باي طريقه استقبلوهم، حتى كل الضيوف اللبنانيين. بهيدا الشيء انا بهمني كتير يضل عامل رابط بين بلد لبنان وبين بلد التاني قبرص. هلا I come from Kormakidis village, Maronite, and Kormakidis is the biggest Maronite villages in Cyprus. We have four villages: Kormakidis, Karpasha, Asomatos, and Aia Marina. These villages are the fight, the effort, the try every day to get the freedom to go back and live in them. Our life, the Maronites, all our activities are centered around the church. And we are very, very lucky to have as our Archbishop, His Excellency Yusuf Sueyf, is trying very hard for the prosperity, but also for the future of the Maronites of Cyprus. And the Maronites will never lose their villages. The inauguration of the club of Aia Marina. This inauguration has become a reality through the big financial support of the Honorable Mr. Eli G. Ait. Eli Ait also put forward a very serious effort
in bringing closer and closer people from Lebanon and from Syria. الموارنه بقبرص هن كمان من الفئه الفعاله كثير بالحياه السياسيه القبرصيه، بدليل انه اليوم في احد الوزراء موجود بيناتنا، كان الليل على كل حال هو وزير الطاقه القبرصي، وهو يحمل كمان بالوقت ذاته اربع حقائب وزاريه اخرى، وهذا شيء كثير مهم على كل حال لمجموعه الموارنه يلي هي نسبيا قليله طبعا بقبرص. وقد علمت كمان اليوم انه فخامة الرئيس القبرصي ان شاء الله انه بده يزور لبنان قريبا جدا، وهيدا بحزيران، وهيدا الشيء اكيد انه راح بيوثق العلاقه اكثر واكثر بين لبنان وقبرص، سيما انه العلاقات الاقتصاديه بين البلدين فيها اكثر من اواسم مشتركه. الموارنه يعني هن قصه تاريخ وقصه بطوله، حفروا الصخور بايدهم، واليوم هون عم يحتفلوا بمناسبة 50 سنة على تأسيس النادي الماروني، ولما بتشاركيهم صلاتهم وبتشاركيهم نضالهم لاسترداد كنائسهم ولاسترداد بيوتهم وقراهم، وبتشوفي الأرز اللبنانية بكل شعاراتهم، ما تتخيلي قدي بيكبر قلبك وبتقولي بدي ضل معهم على طول، لأنه هودي عم يرفعوا حقيقة راسنا. أنا بتمنى أنه هالوعي الموجود هون عند الموارني ينتقل إلى الموارني بلبنان. I am from Italy. I am very proud to support my friends Elihad and the community of Lebanese people in Cyprus. It's a Maronite community in Cyprus. It's very important. It's a good. It's a very important community. And I think it's very important to have a connection with these people for business and also for a relationship. Today we make the grand opening for our club, the new club grand opening. By the way, we closed the 50 years. 50 years the club is still on life. Ευχαριστούμε τον επίτιμον πρόεδρο του σωματείου μας, κύριο Ελίτ Γιέιτ. Thank you very much for Mr. For the honorary president, Mr. Ελίτ Γιέιτ, for the support, because without him, our club is going to stay like it was before 20 years. The build is 25 years like that. Καλωσορίζουμε τους αδερφούς μας από τον Λίβανο. They are welcome as well, our brothers from Lebanon, the Maronite community. Our club started to build it from 2000, and thanks God we have a lot. We find some people around of us, and they help us because it costs a lot of money. In the end, in the last 10 years, we stay in the middle, and then we continue. We find the Excellency Mr. Eli, and he help us a lot, as much he help all the community. The Maronites, I mean, since the beginning, had a great contribution concerning Cyprus, our society, the economic development, the struggle of our people for independence and for the sovereignty. And everyone in Cyprus is proud of the Maronite people. And we have a minister, and I have to say that I feel proud because I have suggested him to the president of the Republic at that time. He has accepted, he was appointed, and he's doing a great job. We wish the Lebanese to continue to be a prosperous country, a developed country, and all the best for the Lebanese people. We started collaborating with my dear friend Gibran Basil, who used to be Minister of Energy. And soon we expect, with the official visit of the President to Beirut in the middle of June, that we will push it even further. So we are anticipating for Lebanon to progress with its exploration program so that all together in the Eastern Med can take advantage of this great wealth which potentially exists in our seas. We are engaged in an intensive dialogue since May 2015. We have made progress, but we are facing still problems. We do want to build up a European country. We are already member state of the Europe,
of Europe. And so we are looking to see how to safeguard the human rights, to face the concerns either of the Greek or the Turkish Cypriot community. But we want the support of those who are in control of the northern part of the island. So I do expect that to the best interest of Cyprus, Turkey, EU, all the neighborhood, Turkey will help and will support our efforts in finding a final solution. I'm paying an official visit to my brothers in Lebanon between the 12th and the 14th of June. أنا بقول على طول مدام ريبيكا thank you very much لك وشكر كبير لأستاذ ميشيل رئيس مجلس إدارة أستاذ ميشيل المري اللي هو على طول كمان داعم للموارنة بقبرص بكل منذ سنين ونشكرك لك بالذات ولكل الفريق العمل المرافقي. يعني موارنة قبرص معلقين بعضهم بلبنان بيزوروا لبنان باستمرار بيزوروا خصوصا الضيعة يلي هني جدودهم يعني اجوا منها من 1050 سنة وأيضا متفائلين كتير بزيارة رئيس جمهورية قبرص نيكوس أناستاسيادس بين 12 و14 حزيران المقبل ولأول مرة رح يلتقى مع رئيس الجمهورية رح يكون عنده زيارة عمل رح يرفقوا فيها أكيد وفد ومن بينهم الوزير الماروني القبرصي اللي معه 4 حقائب الطاقة والاقتصاد والتجارة والسياحة ويلي كمان حكى لبرنامج الحل عنا عن أهمية هذه الزيارة لما للبلدين من مصالح مشتركة ومشاريع مشتركة وبالأكيد الاتصالات اللي عم بتقوم فيها السلطات مع تركيا بموضوع تحرير الأراضي في شمال الجزيرة يلي معظم الموارن الأبرسي عندهم فيها أراضي وبيوت ويلي بيقصدوها دايما بياخدوا إذن خاص حتى يقدروا يدخلوا عليها ويطلعوا على أرزاقهم وكنائسهم. اللافت أيضا كان الحضور يلي كان موجود من فعاليات أبرسية ولبنانية ولكن كان لافت بصورة سلبية يعني حضور السفير اللبناني في قبرص يوسف صدقة للقداس يلي سبق الاحتفال بالخمسين سنة للنادي وتكريم رجل الأعمال إلي عيد اللي غاب عنه السفير ومرحب بالوزيرين اللي كانوا موجودين والنائب إن كان إلي ماروني ولا ماريوعون وسجلت هون بعد الهمس عن أداء السفير بهذا المجال. على صعيد قبرص اللي ما بتبعد كتير عن لبنان بقدر لكم أنه السياح كتار وهيدا شيء ألمني كتير لأنه شو بينقص لبنان ما يكون عنا سياح بهالشكل، شو بينقص لبنان ما يستقطب هالقد من السائحين، شو بينقص لبنان كمان ما يكون اللبناني عم ينعم مثل أي إنسان بالعالم بالمي وبالكهرباء وبالنظافة وبالنظافة وبعرف شو عم بحكي عن النظافة والنفايات بالأمن على الأكيد. وبالتالي اليوم كمان بيلي التقينا فيهم موجودين بيجوا بيطلوا ولكن قاعدين وصار في كتير ناس شارية بقبرص لأنه إذا اشتروا أول شيء الأسعار أرخص بكتير من لبنان، اثنين التسجيل 1.5% فقط. ما بدي أعمل داعية لقبرص بقدر ما بدي أقول أنه لبنان هالبلد اللي فيه كل الطاقات من كل المجالات ويلي له بصمة وين ما كان أقله ينعم ببلده يعيش بكرامته ينبسط بهالطبيعة اللي عطاياها ربنا بهالطاقة اللي عطيها. ونقول لبنان يمكن أنا مني شايفة لبنان إلا أهم بلد بالعالم بس كنت بشوفه أكتر لو بيحترم كرامة الإنسان اللبناني. عنا فاصل ومنتابع. Thank you.
طبعا لبنان مكرس لسيدة حديثة لمريم العذراء اللي بلش طبعا امبارح شهر المريمي، ويلي كل المؤمنين من كل الطوائف منشوفهم بهذا المزار. أنا معي على الخط مباشرة رئيس بلدية دارعون حريسة الأستاذ نزار الشمالي حتى نعرف منه كل الترتيبات يلي متخذة لتسهيل وصول المؤمنين اللي بدهم يتباركوا طوال كل هالشهر هيدا من سيدة لبنان حريسة. يعطيك العافية رئيس. أهلا وسهلا فيكم، يعطيكم ألف عافية. شكرا. يعني محطة سنوية شهر أيار في حديثة مثل كل يوم بالسنة، ولكن طبعا هذا طبعا الشهر بالذات بيكون في كتير عليه أكثر زيارات واحتفالات مريمية. شو الإجراءات المتخذة حتى الناس كمان تكون مسهل وصولها؟ أول شيء بدي لكم يعطيكم العافية. نحن السنة كبلدية حاطين تركيز قوي على هالموضوع، لأنه بهمنا المواطن المؤمن يطلع لهون يكون مرتاح بتنقلاته ويلاقي مطارح يوقف فيها صحيح ويوصل بسهولة على المزار. نحن عاملين كذا موقف مجاني للزوار، وفي خريطة معتمدة لهالموضوع عم تكون موزعة على الطريق، وهالمواقف قراب كثير من مزار سيدة لبنان، وفي موقف واحد بكون بعد شوي كمان بس في تنقلات رح تكون مؤمنه. وعدا هيك في اشخاص متطوعين نحن رح يكونوا موجودين على الارض عم بسهلوا المرور، عم بسهلوا توجيهات، وعم بسهلوا كل الامور. والقوى الامنيه مشكوره سلف على تعاونها من الجيش اللبناني للقوى الامنيه سريه جوني والسير السريه الاحمر اللي في المدني، وأكيد شرطة البلدية موجودين 24/24. يعني نحن كل أملنا أنه العالم تطلع تزور وترجع، ما يصير في أي مشاكل أو أي تصادمات، ويكون الموضوع مسهل ويكون مريح. هيدا يلي نحن بنتمنى. أكيد بالنسبة للنظافة كمان أنه في مستوعبات للنفايات، يعني كل شيء مأمن. طبعا طبعا، بس أكيد هذا الشيء بيرجع يكون نطلب يكون في وعي أكثر من الزائر، خاصة الزائر طالع مشي. وهون بدي وجه انا بس علامه ضوء احمر اذا بدك على الطريق العام تبع دارعون حريسة بكتي. نعم. نطلب من الزوار اللي عم يطلعوا مشي يكونوا ماشيين على اقصى اليمين او اقصى الشمال، ما يمشوا بنص الطريق، لانه السيارات عم تكون مثل هونيك، على امل انه يصير في فاصل قريبا بهالطريق. وحتى في مشروع مستقبلي عم ننسق معه مع مزار سيد لبنان لحتى نفتح طرقات بقلب الجبل تتوسع من السيارات ومن ال. كتير منيح. أنا بدي أشكرك كرئيس بلدية دارعون حريسة نزار الشمالي، وطبعا بدي أشكر كل يلي تابعونا اليوم. بدي أشكر رئيس جمهورية قبرص اللي دايما بيعطينا حديث لبرنامجنا وللأم تي في. بشكر السيد إلي عيد والنادي الكادروس الماروني القبرصي لدعوتهم، وطبعا بدي أعطيكم موعد بكرة عبر الأم تي في. إلى اللقاء.